مرحبا يا أطفال، حصتكم مع عمو يزيد أجيكم هذا الأسبوع بمناسبة اليوم العالمي للحماية المدنية. للحماية المدنية نتوقفوا باش ندير لهم تقدير. يا أطفال شفتوا العمل تاعهم شحال شاب. والشاطر يعطينا الحل، حكاية فيها عبرة حكمة. اليوم تحكي لكم عن حياة الشهيد عبد الكريم حسني. حبيت ديروا معايا اليوم تقدير بهذه الأغنية هذه اللي يقول فيها ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار. يلا تغنوا كامل معي. ما أروع رجل الإطفاء ينطلق فور الإنذار، ينطلق فور الإنذار كفيلا من دون استغناء على استعداد الليل نهار، على استعداد الليل نهار. إذا حبيتوا تشاركوا في الحضور في هذه الحصة ما عليكم إلا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات ونقرأ رسائلهم هنا. استنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. سلام يا أطفال، حبوكم. معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة، معناه النجدة والنخوة إنقاذ البلدة والإخوة. شجاع فاسد شهم بطل أنت يا رجل الإطفاء. عيد ميلادك أحلى عيد، تحب تحتفل بعيد ميلادك في حصة عمو يزيد؟ إذا أجمع 5 قسيمات من علب حليب رامي، ضعها في ظرف وارسلها على العنوان التالي. أجمل هدايا يهدولو، هيا نصفق ونغنيلو، تعالوا هلموا إلينا نضفوا مع عمو يزيد.